متابعي وان تي ان وكنتوا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموعد الرياضي المتجدد سكوب. حلقتنا اليوم باش نحكيو على رابطه الابطال الافريقيه، على مباراه الترجي والوفاق ستيف، وباش نحكيو على اكثر على حظوظ الترجي الاهلي الرجاء ومن سيكون تقريبا حظوظ عنده حظوظ اخر باش يكون حامل اللقب. باش نحكيو في المواضيع هذه كل بطبيعه معنا المحلل والناقد الرياضي محمد شحاته من مصر. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. اهلا بك استاذ وسيم وبكل الساده المشاهدين. استاذ محمد شرفتنا اكيد برشا بحضورك معنا، ولكن ما نجمش نبدا معك الحديث في اي موضوع كروي الا ما نحكيه على المنتخب المصري. اول شيء تغيير المدرب، برشا كلام في الشارع الرياضي في مصر على تغيير إقالة، شنو رأيك ساعة في إقالة المدرب كارلوس كيروش؟ أنت معاه ولا ضد؟ لا ما فيش، لم يحصل شيء، يعني احنا الكل كان هناك حالة غضب شديدة بالنسبة للشارع المصري، يعني الشارع المصري كان ضد استمرارية كارلوس كيروش. كارلوس كيروش لم يحقق شيئا، يعني بالنسبة لم يضف شيئا بالنسبة للمنتخب المصري، وبالتالي كانت المطالب بالنسبة للشارع المصري بإقالة كارلوس كيروش. أما بالنسبة للاتحاد المصري كان متمسك بكارلوس كيروش، ولكن كارلوس كيروش هو من طلب الرحيل ولم يفسخ العقد كما هو معلن في وسائل الإعلام، لأن كارلوس كيروش أعتقد أن حتى الآن لديه أكثر من عرض منهم من المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب الإيراني والأسترالي وأيضا العراقي، لديه أكثر من عرض بالنسبة، وهذا هو بالنسبة لي طلب تعديل النواحي المادية وبعد كده اعتذر عن الاستمرار في المهمة. يعني كانت استقالة ولم تكن إقالة. مظبوط، يعني الاتحاد المصري كان متمسك بكارلوس كيروش، ولكن الشعب بالنسبة للشارع المصري كان ضد استمرار كارلوس كيروش، لأنه يرى أنه لم يضف إلى منظومة كرة القدم المصرية أي شيء بالمرة. يعني لو نكونوا واقعيين وعمليين محمد، يعني شنو كان مطلوب من كارلوس كيروش؟ يعني نهائي كاس افريقيا وخسر بضربات الحظ، لعب يعني المباراه الفاصله في التاهيليه كاس العالم وخسر كيف بضربات الحظ ضد المنتخب السنغالي. ربما لو واحد من مؤيدي كيروش يعني او كيروش بيدو ينجم يقول لولا ضربات الحظ لكنت انا بطل افريقيا ومرشح منتخب مصر في الدوحه. يعني مش مسؤول المدرب على ضربات جزاء. بالنسبه للعقد استاذي، ان العقد ينص على انه اتى من اجل الصعود الى كاس العالم، يعني ولم يكن هناك محددا الحصول على بطوله امم افريقيا او حتى على بطوله كاس العرب، يعني وبالتالي الهدف هو كان مطلوب منه ان يصعد ولم يحقق الهدف، وينص انه في حاله عدم الصعود الى كاس العالم بقطر يتم فسخ العقد بالتراضي، يعني من قبل الاتحاد المصري تلقائيا، وبالتالي هو لم يحقق ما كان مطلوب منه بالنسبه. وايضا بالنسبه حتى انا بكلمك عن 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 الشارع ولا اتحدث عن المسؤولين كانوا مع استمرار كارلوس كيروش، ولكن بالنسبه للشارع المصري كان يرى انه لم يضف شيئا. في المقابل كان هناك علامات استفهام حول الاداء، يعني كان يغلب على الطابع الدفاعي البحث بالنسبة للمنتخب. المنتخب المصري صعد إلى نهائي كأس الأمم لم يحرز سوى هدفين، يعني شيء بالنسبة للمنتخب المصري وشيء صعب جدا، يعني الأداء مختلف تماما عن الفترات السابقة. فترة حسن شحاتة شفنا أداء هجومي للمنتخب المصري، حتى بالنسبة للمدربين السابقين كهكتور كوبا لم يكن يدافع بهذه البحث، يعني في مباراة السنغال لم نكن نستحق حتى الفوز، النتيجة السنغال كانت الأفضل والأقوى والأكثر انتشارا والأكثر خطورة. يعني محمد، يعني أنت قلت ما فماش أداء هجومي وقارنت يعني بجيل حسن شحاتة وبالإنجازات اللي قدمها حسن شحاتة، لكن ما تراش أنه فما إمكانيات بشرية كانت لازم تتوفر؟ يعني حسن شحاتة كان متوفر له جيل ذهبي الحقيقة في مصر، يعني أي مدرب في العالم تقول يتمنى الجيل ذاك يعني اللي كان عند مصر، ولكن توا هل فما إمكانيات هجومية وكيروش يتحمل مسؤولية باش أنه ما وظفهاش؟ بكل تأكيد عندك 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 أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، عندك برضو تريزيجيه، عندك مصطفى محمد بيلعب في جالاتا سراي. المشكلة كانت في طريقة توظيف اللاعبين، بالعكس عندما تدفع بلاعبين ويؤدون بشكل جيد في الشق الدفاعي ولاعبين من الدوري المحلي وليس محترفين، وبالتالي كان هناك
لم يكن هناك الرابط يعني ما بين خط الدفاع وما بين الهجوم وبين الدفاع. كان بالنسبة لمنطقة الوسط هو الخلل وطريقة توظيف اللاعبين وأيضا وعلامات الاستفهام. يعني عندما وأيضا عندما تأتي ببعض اللاعبين عندما يتألقون لاعبون بعض اللاعبون مثل أحمد رفعت تألق في كأس العرب وتم استبعاده، أيضا محمد شريف في كأس الأمم خلاف بالنسبة لمحمد مجدي أفشة، كانت في علامات استفهام كثيرة بالنسبة لطريقة أداء كارلو وتوظيفه للاعبين وأيضا إصراره على بعض اللاعبين وأيضا الدفع ببعض اللاعبين الذين لا يلعبون مع أنديتهم. مثل رامي ربيع أتى به في مباراة السنغال مباراة مهمة، كيف لك أن تأتي بلاعب لا يلعب مع ناديه وتدفع به في مباراة مهمة، وأيضا تأتي بلاعب آخر تدفع به في مركز الظهير الأيمن، وهو كل هذه الأشياء تدعو علامات استفهام كبيرة يعني بالنسبة لكارلوس كيروش. يعني في الخلاصة محمد، تم إجماع في الشارع الرياضي المصري على أنه كيروش ما ينجمش يواصل يعني مع المنتخب المصري بالنسبة للشارع المصري، لكن بالنسبة للاتحاد المصري كان هناك نية كبيرة من الاتحاد المصري، حتى لو تم التجديد كان في حالة غضب عارمة بالنسبة لكارلوس ورافضة لبقاء كارلوس كيروش على رأس المنظومة الفنية للمنتخب. طيب بخلاف الجدل اللي تطرح على إقالة كيروش من عدمها، الاسم اللي تطرح يعني لتعويض كارلوس كيروش أثار ضجة زادة في الشارع الرياضي المصري محمد، وبرشة ردود فعل يعني على إيهاب جلال وهل هو يستحق المنتخب. برشة قالوا صحيح لازم واحد مصري وهي تعطيه فرصة للمصريين، ولكن برشا زادة في الوسط الرياضي المصري قالوا مازال ما عندوش الخبرة الكافية يعني باش يقود منتخب الفراعنة. انت يعطيني شنو رأيك محمد؟ بالنسبة لنا لرأيي ان إيهاب جلال ليس هناك اختلاف على قيمة إيهاب جلال الفنية، ولكن لم تتح له التجربة، لم يتولى سوى مرة فريق كبير وهو الزمالك ولم يحقق معه انجازات كبيرة. ايضا هذا الموسم هزم من الأهلي وايضا الزمالك بنتائج كبيرة 3-0 أعتقد و3 والزمالك أيضا 3-1، وبالتالي هذا هناك تخوف من عدم خبرة إيهاب جلال بالنسبة للشارع المصري وأيضا في سيطرته على اللاعبين على النجوم. أما بالنسبة أغلب المطالب في الشارع المصري بتطالب بأن يحصل حسام حسن على فرصة بصفته يمتلك من الخبرات، قاد أيضا المنتخب الأردني إلى المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم مع أوروغواي، ولكن وايضا يمتلك خبرات ويمتلك الحماس، والكل يرى ان الكفه تميل اكثر بالنسبه لحسام حسن. ولكن ايضا بالنسبه لحسام حسن شخص غير مقبول بالنسبه للاتحاد المصري، يعني في خلافات دائما الاتحاد المصري. علاش غير مقبول؟ لا تعرف، هم يتحدثون عن انه عصبي وهذا شيء بالعكس من الممكن ان تتحدث اليه عن موضوع العصبيه، ولكن اعتقد ان الموضوع شخصي اكثر منه فني يعني بالنسبه لاعضاء الاتحاد، وانه بالنسبه اللي مش هيقدروا يسيطروا عليه لانه شخص سيطلع في الاعلام وسيتحدث بكل اذا حدث اي شيء، وبالتالي الموضوع اصلا مرتبط بنواحي شخصيه واكثر منها فنيه ومصلحه عامه يعني. وبالتالي الكل كان يرى ان حسام حسن احق بمنصب المدير الفني، مش وان كان هناك بعض النسبه في الشارع المصري بتؤيد إيهاب جلال. انت لهنا حكيت على بعض الكواليس في الاتحاد المصري يعني كيفاش المعامله، ولكن انا تو باش نذكرك في تدوين انت نزلتها محمد وين قلت انه إيهاب جلال هو المدرب الوحيد اللي وافق عليه محمد صلاح. هل محمد صلاح عنده تاثير في اختيار المدرب؟ أتحدث بكل صراحة بكل تأكيد، محمد صلاح لي دور يعني بيعرض عليه الأسماء، ومحمد صلاح نتكلم بكل صراحة أنا لا أخشى أحد، يعني محمد صلاح هو أكثر شخص يعارض وجود حسام حسن على رأس المنظومة، يعني لأن شخصية صلاح ستتصادم مع حسام حسن، يعني شخصيتين مختلفتين تماما، وبالتالي هو يخشى من وجود حسام حسن. حسام حسن عنده أجريسيف ودايما مدرب حماسي ودائما بيدفع باللاعبين الاكثر فنيه، واعتقد انه رايي في شيء من الصواب يعني، وان كان بعض الناس يعني في الشارع المصري بتستبعد هذه الفكره، ولكن عندي معلومات مؤكده ان صلاح له دور وكان له دور ايضا في تعيين كارلوس كيروش. لو سلمنا انه المعلومات اللي عندك محمد مؤكده وصحيحه ونبنيه عليها،
ومع احترامنا يعني لمحمد صلاح من افضل اللاعبين في العالم وكل شيء، لكن هل تراه عادي انه لاعب يختار المدرب يعني ويتحكم في قرارات الاتحاد الكروي معناها مهما كانت بلغت نجوميه اللاعب؟ ده بكل تاكيد شيء يدعو للاسف يعني، ولا يوجد هذا بالنسبه للانظمه المحترفه في عالم كره القدم او الدول المتحضره بالنسبه في عالم كره القدم، لا يوجد مثل هذا الهراء. كيف للاعب هو ان يوافق او لا يوافق؟ هو اللاعب ضمن المنظومة يعني، ولا فرد من ضمن الأفراد يعني. من المفروض أن الاتحاد هو المنوط بتعيين دون النظر إلى النواحي الشخصية أو قبول شخص أو عدم قبول شخص. كل هذه الأشياء لا تحدث إلا في عالمنا العربي يعني. مع الأسف وانت توا تحكي على العالم العربي وبش نسكره قوس المنتخبات، انت شفت المنتخبات اللي تأهلت للمونديال يعني، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، فما السعودية وقطر، وفما الإمارات اللي ممكن تتأهل. شكون المنتخب اللي تراه أوفر حظوظ إن شاء الله البلوغ الدوري ثاني؟ مع تمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربية الكل. على الورق يعني أفضل المنتخبات من حيث جودة اللاعبين هو المنتخب المغربي، ولكن أيضا بالنسبة في دائما عنده علامة استفهام بالنسبة للإطار الفني وحيد خليل زيدان، فيه خلافات كثيرة ما بينه وبين اللاعبين، وأيضا طريقة لعبه عليها علامات استفهام كبيرة في الشارع المصري. أعتقد أن المنتخب المغربي بيمتلك كوكبة هائلة من النجوم بتنشط في الأندية الأوروبية، ولكن بالنسبة لوحيد خليل زيدان دائما ما عنده مشاكل مع النجوم يعني. شفنا حكيم زياش وأيضا مزراوي لاعب أياكس، كل هذه الأمور أعتقد أنه لابد من تجاوزها. أعتقد أن المنتخب المغربي لو تجاوز هذه الأمور سنرى المنتخب المغربي في الدور الثاني. أما أيضا بالنسبة للمنتخب التونسي، أعتقد أنه لو سار على نفس المنوال واعتماده على اللاعبين المحليين، أعتقد أنه في مشكلة كبيرة يعني. كيف لك أن تستدعي لاعب مثل المسلوسي وزياد سيف الدين الجزيري، لاعبين أصلا ينقصهم التكوين حتى بالنسبة لاستلام الكرة، مسألة التسلم والتسليم، هو ينشطون الآن في الدوري المصري أتحدث لك بكل صراحة لا علاقة لهم بكرة القدم يعني. ما الحكمة في أن تستدعي مثل هؤلاء اللاعبين للمنتخب التونسي في حالة غضب شديد عليهم بالنسبة لجماهير الزمالك المصري؟ حتى اللاعب عنده مشكلة، أنا لأول مرة ألا لا أرى لاعبا مثل المسلوسي بيستلم الكرة بوشه يعني، لأول مرة بشوفها. مسألة التكوين دي لها دور كبير يعني. وأيضا بالنسبة لسيف الدين الجزيري عنده مشاكل حتى في استلام والتسلم وطريقة التحرك يعني، ما في أساسيات في كرة القدم، فكيف لك؟ وأيضا علي معلول عنده مشاكل بالنسبة في الشق الهجومي، هو جيد جدا، أما بالنسبة للشق الدفاعي لا ضعيف جدا يعني. لا أدري لماذا الاعتماد، إذا استمر المنتخب التونسي على نفس المنوال وعلى نفس المنظومة أعتقد أنه سيبقى صعب جدا تجاوزه للدور الأول. والمنتخبات السعودية، قطر بلد منظم. بالنسبة للمنتخب القطري يعني أعتقد أنه في تطور في الأداء، ومن الممكن أعتقد المجموعة بتاعته مش صعبة كتير، وبالتالي ممكن نرى المنتخب يحدث مفاجأة ويصعد إلى الدور الثاني. والمنتخب السعودي بيعجبني المدرب هيرني، المدير الفني هيرفي رينار بالنسبة الفرنسي، أعتقد أنه في حالة تطور ونمو بالنسبة للمنتخب السعودي وللكرة السعودية، وفي طفرة كبيرة في أداء المنتخب السعودي، وإن كنت أرى أن المجموعة مجموعة صعبة بالنسبة للمنتخب السعودي. ونتمنى رغم صعوبة المجموعات الكل حقيقة المنتخب العربي، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، إن شاء الله نشوفهم الأربعة والخمسة إن شاء الله اللي كان خلطة الإمارات. أعتقد أن بالنسبة للمنتخب التونسي عنده في لاعبين كثر صغار، صحيح ليسوا بالنجوم ولكن بينشطوا في بعض الدوريات الأوروبية كالدوري أعتقد الدوري الدنماركي وغيره من اللاعبين، لابد من النظرة لهؤلاء اللاعبين المحترفين. أعتقد أنه أو مجرد استدعاء هؤلاء اللاعبين في معسكر ورؤيتهم على أرض الواقع، أعتقد أنهم إفادة كبيرة بالنسبة للكرة التونسية، لأن اللاعب الذي يتكون في أوروبا بيختلف تماما عن مثيله المتكون في الدوريات العربية يعني، وبالنسبة للمنافسات العربية اللي أعتقد أنها فرق رتم كبير ما بين المنافسات الأوروبية والمنافسات العربية، وده اللي شفناه في دوري أبطال إفريقيا. أنت تو كنت تحكي على، وإحنا ما عادش عنا برشا وقت في توقيت الحلقة، كنت تحكي على علي معلول والأداء في الأهلي واللاعبين في المحليين، بس نمشي بيك ديريكتومون لرابط الأبطال الإفريقية. شاهدت أنت البارح مباراة
الترجي وفاق ستيف في الجزائر، وانت كنت نازل تدوين الحقيقه انا تو نحب نبدا بها، قلت وكانه الترجي يلعب في رادس. كيف شفت المباراه هذه؟ بكل تاكيد الشوط الاول الترجي تسيد المباراه تماما، يعني شفنا اداء جيد واهدار للفرص، شفنا اربع او خمس فرص بالنسبه للترجي في الشوط الاول، ولكن اللي كانت المشكله بالنسبه لللمسه الاخيره وبالنسبه للمهاجمين ايدو وايولا اعتقد يعني كان عندهم مشاكل في انهاء الهجمه بشكل غريب جدا، ولكن المنتخب بالنسبه للترجي بيمتلك الان خط وسط جيد جدا، يعني بالنسبه لما بن رمضان وايضا بالنسبه للشعلاني اعتقد ان الترجي مع رياض الجعيدي مختلف تماما وبينمو في حاله تطور وفي ثوابت في المراكز، وشفنا بدران ظهر هذا الموسم عبد القادر بدران في المدافع الجزائري بشكل جيد، في كل خط لاعب جيد، يعني بالنسبه للترجي اعتقد انه فكره الاتيان برياض الجعيدي اعتقد انه مشروع بالنسبه للترجي اذا استمر، اعتقد ان الترجي سيكون له شأن في المستقبل. نجم نقول الترجي ضيع ورقه التاهل من الجزائر؟ لا اعتقد يعني حظوظ الترجي يعني كان لازم يحسمها من مباراه الذهاب يعني. مظبوط، ولكن اعتقد برضه في فرق في المستوى، حتى الفريق بالنسبه لوفاق ستيف عنده مشاكل ماليه وخارجيه كتير وكانت مأثره على ادائه في الملعب، والترجي اعتقد انه مفاجاه كبيره ظهوره بهذا الشكل، لانه لم يكن اعتقد ان الاداره لم تكن تطالب رياض الجعايدي بالحصول على بطوله هذا الموسم، يعني كان في مرحله بناء وتكوين بالنسبه للفريق، ولكن اعتقد ان الفريق بيتطور بشكل جيد جدا، رياض الجعايدي بيمتلك تجارب اوروبيه جيده ولاعب كبير، وبالتالي اعتقد ان افاده كبيره بالنسبه للترجي، واعتقد انه خلال السنوات المقبله محمد نعرف اللي الحقيقه المسابقه هذه فما منافسه كبيره ترجي والاهلي، حظوظ الترجي في 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 الدوله هذه بطوله في رابطه الابطال الافريقيه، انا ارشح ان الترجي والاهلي هيتقابلوا في المباراه ونسبه 50-50، يعني مش ما فيش فوارق، يعني ضمنيا انت رشحت الاهلي على الرجاء؟ لا، الاهلي عنده تخصص في مثل هذه المباريات، ودائما الاهلي دائما يظهر بشكل سيء في المجموعات، ولكن تراه بشكل مغاير، يعني هتشوف اليوم اعتقد يعني هتشوف اليوم بشكل مغاير تماما، يعني دائما هذه طبيعه الاهلي ودائما بيمتلك شخصيه البطل، دائما ما يظهر في مثل هذه المواقف الصعبه حتى وان كان يعاني على مستوى الدوري، يعني هزم في اخر مباراه امام المصري البورسعيدي، ولكن اعتقد انك هتشوفه بشكل مغاير، يعني مباراه هتكون صعبه جدا، واعتقد انها نهائي مبكر اذا تقابل الترجي والاهلي، نهائي مبكر للبطوله. يعني نفهم من كلامك لو تقابل الترجي والاهلي في النصف النهائي ان شاء الله، يعني الفايز ما بيناتهم باش يكون بنسبه كبيره هو حامل اللقب؟ لا، وبرضه برشح الوداد بكل صراحه، الوداد بيقدم مردود هايل، هو الفريق ليس ممتع يعني، ولكن من الناحيه التكتيكيه مستواه ثابت، ووليد الرجراجي عامل شغل كبير مع بالنسبه للوداد، ومن الفرق اللي مستواها ثابت خلال المراحل السابقه حتى في دوري المجموعات يعني، ولكن هؤلاء اذا تحدثنا عن الحظوظ ارى ان الحظوظ الوداد الترجي الاهلي هؤلاء ابرز المرشحين. يعني بالترتيب ناخذهم الوداد الاول الترجي ثاني الاهلي، ولا كيف الترتيب؟ لا، الوداد في المرتبه الاولى والترجي والاهلي، وبالنسبه للاهلي بنفس نفس، ولكن بالنسبه للاهلي ما يميزه هو مساله انه عنده شخصيه وعنده خبره المواقف والتعامل في مثل هذه الامور، يعني صاحب الرصيد الاكبر وصاحب الفوز ببطولة إفريقيا حتى لو كان في مستوى متذبذب يعني. طيب ختاما سؤال أخير نختم به، يعني المباراة الرجاء والأهلي، ترى لي الأهلي الحقيقة مع تحسيت من كلامك أنه حظوظه أكبر برشا من الرجاء محمد في حالة فوز الأهلي اليوم، يعني أعتقد أن بالنسبة للرجاء مباراة صعبة جدا في الدار البيضاء داخل ملعبه بسبب التواجد الجماهيري، شفنا التواجد جيد رهيب جمهور الرجاء مظبوط، والفريق صعب جدا على ارضه، وبالتالي اعتقد ان لابد الاهلي انه يفوز ويحافظ على شباكه نظيف اذا اردت تخطي هذا الدوري. طيب استاذ محمد شكرا كثير، شرفتني بحضورك، نورتني ومتشرف جدا بهذا اللقاء معك، لو نخلي لك كلمه الختام. انا شرفت بك استاذ وسيم وبكل الساده المشاهدين، طبعا كان لقاء شيق ونتمنى أن يتكرر، يعني
واتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في في بطولة كأس العالم والمنتخبات العربية. نتمنى أن تتخطى الدور الثاني، واتمنى أن يتم تدارك الأخطاء بالنسبة للمنتخبات العربية خلال هذه الفترة يعني، وأن يتم يكون هناك فترة إعداد جيدة ومباريات جيدة بالنسبة لبطولة كأس العالم، لأنه أتمنى أن نرى المنتخب التونسي في الدور الثاني. هذه المشاركة الستة يعني صاحب الرصيد الأكبر أعتقد في المشاركات العربية بالتساوي مع المنتخب السعودي، وبالتالي نتمنى أن تكلل هذه المشاركات بتواجد المنتخب التونسي في الدور الثاني لأول مرة أعتقد. نتمنى ذلك محمد، نتمنى وزاد التوفيق للمنتخبات العربية كل والفلاح العربية في المسابقات القارية، ونتمنى وزاد تبقوا ديما متابعين انتم اللي تتفرجوا فينا كل أسبوع في سكوب. وتوما بقالي كنقول لكم باي باي.